شرفني أن أقدم لكم بداية الأستاذ الدكتور عمار علي حسن، الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي، وكما نعلم أن له العديد من الكتب في العلوم السياسية والنقد الأدبي. إلى جانب هذا له عدة روايات ومجموعات قصصية. الأستاذ الدكتور عمار علي حسن هو خريج كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001. احنا بنرحب بحضرتك، اهلا وسهلا بوجودك. كمان هيكون معانا الدكتور ماتس، هو استاذ وهو مسؤول عن التربية المسيحية في مدينة فرانكفورت، ايضا سوف تكون متحدث لنا في هذه الحلقة. وسوف نبدأ الان مع الاستاذ الدكتور عمار علي حسن، فليتفضل. على المشاركة في ذلك المؤتمر الذي يتصدى لموضوع غاية في الأهمية، وخاصة تلك الجلسة التي تتحدث عن تجربة الإخوان في الحكم في السنة الفائتة والشهور التي سبقتها حين حازوا أغلبية في البرلمان. ابتداء حين كان يكتب في مصر أو يقال أشياء عن فشل التجارب التي خاضتها تنظيمات وجماعات سياسية تتخذ من الإسلام أيديولوجية لها في بلدان عدة، إيران، السودان، الجزائر، طالبان، كان الإخوان في مصر يقولون هذه التجارب لا تمثلنا وهي انحراف عن طريقنا ولدينا تجربة مختلفة، ونحن الجماعة الأم التي خرجت كل هذه الجماعات من عباءتها، ومن ثم لا تحاكمونا إلا إذا رأيتمونا في السلطة. وكانوا يقولون قولهم الشهير: اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. ودارت عجلة التاريخ وقامت ثورة يناير التي أطلقتها مجموعات من القوى المدنية غير المنظمة، لكن آل الحكم في النهاية إلى جماعة الإخوان التي التحقت بالثورة متأخرة، لكن الناس صوتوا لهم في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في جولة الإعادة حتى وصلوا إلى الحكم بشكل كامل، الرئاسة والبرلمان بغرفتيه، مجلس الشعب ومجلس الشورى. في الحقيقة حين تأملت حصاد تجربة الإخوان في الحكم على مدار سنة وما يزيد، وجدت أنني من الممكن أن أقسمها إلى 13 نقطة، ويا للمصادفة، فقد كان محمد مرسي هو المرشح رقم 13 في الانتخابات الرئاسية. النقطة الأولى هي أن هذه التجربة أثبتت ببرهان قاطع وناصع أن جماعة الإخوان لم تختمر في رأسها بعد فكرة الوطنية المرتبطة بالدولة الحديثة، فهي جماعة لا تزال تتحدث عن الأمة وليس الدولة، وتتحدث عن الخلافة وليس الرئاسة، وتنتمي إلى تنظيم دولي يتمدد في أكثر من بلد حول العالم ولا تقتصر على حدود الدولة المصرية. في أدبيات الحركة الإسلامية عموماً يتحدثون عن الخلافة من غانا في الغرب إلى فرغانا في القوقاز ووسط آسيا، هي الحدود الجغرافية للدولة الإسلامية القديمة. جماعة الإخوان زادت على ذلك بالحديث عن أستاذية العالم،
بمعنى أنها ستسيطر على العالم كله من أقصاه إلى أدناه. النقطة الثانية أن فكرة المواطنة التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الاختلاف في العرق أو النوع أو اللغة أو الطبقة أو الثقافة أو الدين أو المذهب، هذه الفكرة لم تنضج بعد في أدبيات الإخوان. فالمواطن لديهم ليس حتى هو المسلم كما يقال في بعض الأدبيات، بل المواطن الذي له كافة الحقوق هو الإخواني وليس حتى المسلم، فما بالنا بالمسيحي أو غير المسلم في الدولة المصرية. وهذا الكلام ليس تجنياً عليهم، لكنه قائم على تحليل العديد من التصريحات والتصورات التي تبين أن الإخواني ينظر إلى غيره باعتبارهم أدنى منه في المرتبة الإنسانية، ومن ثم يجب أن يكونوا أدنى في الحقوق وفي الوقت ذاته أكثر في الواجبات. وفي هذه النقطة أود أن أشير إلى أننا جميعاً وحتى هذه اللحظة طلبنا ونطالب وسنطالب بحقوق الإخوان كاملة كمواطنين مصريين، لكنهم لم يعبأوا أبداً طيلة تاريخهم لا هم ولا غيرهم من الحركات الدينية بالواجبات حيال الدولة. وهذه مشكلة أن أحد المواطنين أو إحدى المجموعات داخل الوطن تريد أن تتمتع بالحقوق كاملة دون أن تلتزم بأي واجبات حيال الدولة في الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الولاء لهذا البلد وعدم تعريض مصالحه الوطنية والقومية للخطر. المسألة الثالثة، اكتشفنا أن جماعة الإخوان تتعامل مع الديمقراطية بوصفها إجراء لاقتناص السلطة تستعمل لمرة واحدة. ويحضرني ما نسب إلى محمد مرسي حين قال: جئنا لنحكمكم 5 قرون 500 عام، أي أن المبادئ الأخرى للديمقراطية المتعلقة بتداول السلطة ووجود البدائل لم تكن مطروحة في أذهانهم على الإطلاق، إنما كانوا يريد تدوير السلطة من داخل الجماعة. أيضاً اختزلوا الديمقراطية في قضية الصناديق، صناديق الانتخابات. وصناديق الانتخابات ليست إلا إجراء من إجراءات الديمقراطية، لكن الديمقراطية أوسع وأشمل من ذلك بكثير. هي قيم، الإيمان بقيم التسامح، المواطنة، الإيمان بالحريات العامة، الإيمان بتداول الحكم، الإيمان بالتعددية السياسية. وبعد هذه القيم تأتي عدة إجراءات من بينها الانتخاب أو صندوق الانتخاب. أما اختزال الديمقراطية في الانتخاب فقط فهذا محض افتراء، لكن الأدبيات الإخوانية أو التصريحات الإخوانية التي أعقبت وصولهم إلى الحكم لو حللناها تحليلاً علمياً دقيقاً لوجدنا أنهم يختزلون الديمقراطية في الصناديق. المسألة الرابعة هي قضية الشرعية. هي قضية الشريعة، الشريعة الإسلامية. ثبت أنهم يتعاملون مع الشريعة بوصفها مجرد وسيلة للتعبئة والحشد والدعاية السياسية من أجل دغدغة مشاعر الناس حتى يصلوا إلى السلطة، ثم بعد ذلك لا يكونوا معنيين بها. وأضرب أمثال في ذلك. أولها أن محمد مرسي حين وصل إلى الحكم لم يكن معنياً في خطابه أن يتحدث عن الشريعة. وثانيها أننا لو حللنا تصريحات الإخوان ولقاءاتهم التلفزيونية بعد أن حازوا على السلطة سنجد أنهم تخففوا كثيراً من استعمال الآيات والأحاديث والأسانيد الفقهية في خطابهم الديني، على العكس مما كان سائداً أيام مبارك وقبل مبارك. الأمر الذي يعني
أنهم تعاملوا مع الدين بوصفه مجرد وسيلة للدعاية السياسية أو أيديولوجية لتعبئة الجماهير، مستغلين في ذلك تدين الشعب المصري عبر آلاف السنين، إذ أن الدين في هذا البلد أصيل أصالة النيل وأصالة أول دولة في تاريخ الإنسانية. المسألة الخامسة، وجدنا أن قضية المدنية غير محسومة على الإطلاق وغير متمايزة ولا واضحة، فالمدنية لديهم حسبما سوقوها بعد أن حازوا السلطة هي ضد العسكري وليست ضد الحكم الديني، وبالتالي كان يتحدث عن نفسه بوصفه حاكما مدنيا، أو يوصف محمد مرسي بوصفه أول رئيس مدني منتخب، مع أن تصرفاته وعلاقاته مع التنظيمات الجهادية وكثير من خطاباته كانت تدل على أن فكرة مدنية الدولة وحداثتها لم تكن واضحة في رأسه ولا في ذهنه بالقدر الذي وصلت إليه النخبة الإصلاحية المصرية منذ رفاعة الطهطاوي وحتى اللحظة الحديثة، مروراً بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسعد زغلول وتجربة الوفد العظيمة قبل ثورة 52 وتجربة الأحزاب المدنية بشقيها اليمين واليساري عقب ثورة 52 أو منذ منتصف السبعينيات وحتى هذه اللحظة. المسألة السادسة، أننا وجدنا أن الدولة لم تكن واضحة في فكر الإخوان وتصرفاته، بل أرادوا أن يجعلوا من جماعة الإخوان دولة داخل الدولة أو فصيل موازي للدولة، فبدأوا بسياسة نسميها نحن في مصر الأخوانة، وقدم رئيس حزب النور السلفي مذكرة للدكتور محمد مرسي وقت أن كان في الحكم تبين أن الإخوان استحوذوا على 13,000 وظيفة أساسية من وظائف الدولة بغية التحكم في المفاصل الأساسية، وبالتالي هو أراد أن يستبدل الدولة بالجماعة أو أن يدخل دولة عمرها 7,000 سنة هي أقدم دولة في تاريخ البشرية في عباءة جماعة عمرها 80 سنة أو يزيد، وهي مجرد جماعة هي جزء من تشكيلات اجتماعية وسياسية موجودة في رحاب هذا البلد. أيضا دخلوا في حرب ضروس مع كل مؤسسات الدولة وعلى التوازي، مع الجيش، مع أجهزة الأمن والمخابرات، مع القضاء، مع الإعلام، مع كثير من الأجهزة البيروقراطية. لم يكن محمد مرسي واضح في رأسه ولا لدى الإخوان أن هناك فرق بين الدولة والنظام السياسي. النظام السياسي يأتي ويذهب، والحكم يأتي ويذهب، لكن الدولة باقية ومؤسساتها باقية. ومن ثم سأضرب مثلا سريعا على ذلك. في أي دولة في العالم يمكن لرئيس دولة أن يعلن قرار أشبه بقرار الحرب أو تعبئة الجيش كي يذهب يحارب خارج الحدود دون أن يخبر القيادات العسكرية؟ وفي أي دولة من دول العالم يمكن لرئيس جمهورية أن يعد حفلاً احتفالاً بنصر عظيم هو نصر أكتوبر عام 73 دون أن يحضر أي قائد من قيادات الجيش هذا الحفل، بل يحضر الذين قتلوا القائد العسكري الذي انتصر في هذا الحرب وهو الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟ النقطة السابعة، قبل ثورة يناير وعطفاً على ما جرى في إيران، كان كثيرون يقولون إن في الإخوان محافظين وإصلاحيين، لكن بعد الثورة ثبت أن هذا وهم. الإصلاح الحقيقي داخل هذه الجماعة هو ذلك الفرد الذي يخرج عنها، لأن من يبقى فيها لا يمكن أن يكون إصلاحياً، وهو متواطئ أو متساوق أو صامت
على التصرفات المتطرفة التي تقوم بها المجموعة القطبية المسيطرة على مفاصل التنظيم. بعد الثورة عاد الإخوان مرة أخرى إلى الدم، تحالفوا مع تنظيمات إرهابية بعد سنوات طويلة من القول لا علاقة لنا بتلك التنظيمات ولا تمثلنا. ونتذكر جميعا أن العمليات الإرهابية التي كانت ترتكب في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت جماعة الإخوان حريصة على إدانتها، وكانت تحاول أن تبين أنها مختلفة عن هذه الفصائل، لكن بعد ثورة يناير وجدنا أنها تستعيد هذه الفصائل مرة أخرى وتوظفها في إرهاب المجموعات المختلفة معها في السياسة والتفكير. النقطة الثامنة أننا اكتشفنا أن جماعة الإخوان ليس لديها كوادر قادرة على إدارة الدولة. أيام وزارة الجنزوري طلبوا برحيله وقالوا لدينا وزارة كاملة جاهزة لتولي الحكم في كافة الوزارات ولدينا كوادر قادرين على سد الفراغ، لكن حين وصلوا إلى الحكم وجدنا أن هذا كان وهماً وكان كذبة من الأكاذيب. لا العناصر التي تم استوزارها من جماعة الإخوان كانت كفأة بالقدر الذي يؤهلها لإدارة الدولة، ولا أولئك المستشارون الذين عينوهم في كافة الوزارات كانوا على قدر المسؤولية. النقطة التاسعة أننا وجدنا أن هناك جماعة لا تفصل بشكل واضح بين تكوينها كجماعة دينية سياسية وبين مؤسسات الدولة. حين انتخب المصريون محمد مرسي في جولتين انتخابيتين انتخبوه ليكون رئيسا لكل المصريين، وتتذكروا جميعا أنه وقف في استاد المنصورة وقال للمرشد العام أقلني من البيعة حتى لا أكون عضوا في الجماعة. وحين سئل المرشد هل سيقبل محمد مرسي يدك بعد أن يصبح رئيسا، قال بل أنا الذي سأقبل يده لأنه رئيس مصر. لكن بعد أن وصل إلى السلطة وجدناه يقول إن تكويني واعتقادي وترتيبي من جماعة الإخوان. تكوينه واعتقاده هو حر فيه لا ضير منه، لكن ترتيبه مسألة مختلفة. انتخب المصريون محمد مرسي ليكون الرجل الأول في مصر، فاكتشفوا بعد انتخابه أنه يتصرف على أنه الرجل الثامن في تنظيم الإخوان، وبالتالي يتلقى الأوامر من 7 أشخاص يعلونه أو يسبقونه في التنظيم، إلى درجة أن هناك معلومات تتحدث على أن مسؤول الشعبة الذي كان فيها مرسي داخل تنظيم الإخوان وهو أسعد شيخة، والذي عينه مستشارا في رئاسة الجمهورية، هو الذي كان يعطيه الأوامر ناقلا إياها من مكتب الإرشاد. وهناك معلومات تتحدث على أن كثيرا من القوانين والتشريعات والقرارات لم تكن تأتي من مؤسسات الدولة، إنما كانت تأتي من مكتب الإرشاد. وبالتالي وجدنا أنه يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الدولة. بان ذلك في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبان ذلك أكثر في الإعلان الدستوري الذي أعطاه لنفسه. أصدر مرسي إعلاناً دستورياً لا مثيل له في تاريخ الإنسانية، يحصن به قراراته اللاحقة وقراراته السابقة، إلى درجة أن أحد الأساتذة القانون في جامعة السوربون طرح سؤالاً على طلبته دون أن يحدد المثال أو يحدد مرسي بالاسم أو التجربة المصرية، يسألهم فيه ما رأيكم في رئيس دولة يصدر إعلاناً دستورياً يعطي نفسه صلاحيات مطلقة ويحصن قراراته من القضاء، قراراته اللاحقة وقراراته التي أصدرها قبل أن يصدر الإعلان. فالطلبة ضجوا ضاحكين لأنهم تصوروا أن هذا سؤال تهكمي، لأنه لا يمكن على الإطلاق
لهذا أن يحدث في أي دولة من دول العالم. النقطة العاشرة في هذه التجربة هي سقوط الشعارات. شعار الإسلام هو الحل الذي رفعته جماعة الإخوان منذ أن دخلت الانتخابات البرلمانية عام 1984 لم تكن معنية به، إنما كانت تستخدمه وسيلة للدعاية. فالإسلام استعمل أو وظف في الدعاية والتعبئة، لكن لم تضع الجماعة طيلة تاريخها برنامجاً لإدارة الدولة يقوم على الإسلام. وجدنا بعد شعار خيبر خيبر يا يهود صديقي الوفي بريز، وجدنا أن جماعة الإخوان في مصر ترعى اتفاقاً بين إسرائيل وحماس لا مثيل له. كان مبارك نفسه الذي كنا نعارضه يرفض أن تدخل مصر متعهداً بعدم إطلاق صواريخ من قطاع غزة ضد إسرائيل. بريز أو مرسي بمعنى أدق وافق على ذلك وعرض المصلحة المصرية للخطر. بعد شعار نحمل الخير لكل الناس ثم نحمل الخير لمصر، وجدنا تعريضاً شديداً للمصالح الوطنية المصرية لخطر داهم. كتب طارق البشري عن مشروع قناة السويس الذي كان الإخوان يمضون فيه بأنه يخلق دولة داخل الدولة، وكتب عن إصدار محمد مرسي الإعلان الدستوري بأنه خروج على الشرعية. ووجدنا المؤتمر الذي تحدثوا فيه عن سد النهضة الأثيوبي وكيف استعملته أثيوبيا كحجة لإدانة مصر فيما بعد حتى هذه اللحظة. ووجدنا أيضاً تفريطاً في المصالح الوطنية والتراب الوطني، حديث عن استبداد أرض في سيناء، عن ترك حلايب وشلاتين للسودان، عن تعريض حدود مصر الغربية مع ليبيا للخطر من خلال التحالف مع المجموعات التكفيرية الموجودة هناك بعد سقوط حكم القذافي. ومن ثم شعار نحمل الخير لمصر لم يكن دقيقاً، ولم يكونوا معنيين به مثلما لم يكونوا معنيين بشعار الإسلام هو الحل أو خيبر خيبر يا يهود. النقطة 11، لأول مرة في تاريخ الجماعة تدخل في صدام مع المجتمع. قبل ذلك اصطدمت الجماعة بالأحزاب السياسية، ووظفت أيام حسن البنا لضرب الحياة الحزبية إلى درجة أن أحد رؤساء أحزاب الأقلية إسماعيل سري كان يفتح مقرات للإخوان في المحافظات حتى يمكنهم من ضرب تجربة الوفد الذي كان الحزب القائد وكان حزب الأمة في ذلك الوقت. ثم اصطدموا بالملك فاروق، ثم تعاونوا مع عبد الناصر وضرب الحياة الحزبية بفضل تعاونهم، ثم انقلبوا عليه واصطدم بهم، ثم تعاونوا مع السادات لضرب اليسار ثم اصطدموا به، ثم تعاونوا مع حسني مبارك من خلال تفاهمات آخرها كان تفاهم انتخابات 2005 الذي أشرفت عليه أجهزة الأمن. وبالتالي مثلوا طيلة تاريخهم عقبة أمام التطور الديمقراطي الحقيقي في مصر. لكن طيلة هذا التاريخ كان الصدام مع السلطة، بينما المجتمع كان يتعاطف مع جماعة الإخوان وكانوا يسوقون إليه مظلومية تلو مظلومية. الآن هناك صدام مع المجتمع إلى درجة أن الشعب المصري في هذه اللحظة يشكل قيداً على السلطة السياسية إن أرادت الذهاب في طريق استيعاب الإخوان أو استرجاعهم أو المصالحة معهم أو دمجهم في الحياة السياسية والاجتماعية من جديد. ومن ثم هذه المحنة محنة قاسية ومحنة شديدة في تاريخ الجماعة، لأنها تقف في وجه المجتمع كله وليس في وجه السلطة السياسية فقط. النقطة قبل الأخيرة 12، هو أن سوق الإخوان للداخل والخارج، واكتشفنا ذلك بعد ثورة يونيو، أنهم تنظيم قوي وراسخ وأن أعضاءه بالملايين. كان المرشد يقول ملايين، لكن
في الحقيقة أن الأعضاء العاملين في تنظيم الإخوان لا يزيد عن بضع عشرات الآلاف، وهناك المنتسبون وهناك المحبون، لكن الذي كان يصوت للإخوان أولئك المتعاطفين معهم من منطلق أنهم جماعات دينية، وكذلك المستفيدين منهم لجمعياتهم الخيرية التي أقاموها، مستغلين انسحاب الدولة من تقديم الخدمات للفقراء والمهمشين، وهذا كان خطأ كبير في حقيقة الأمر. القاعدة الشعبية التي صوتت للإخوان في الانتخابات المتعاقبة لم تصوت لهم كإخوان، وأنا كنت أقول ذلك وهم في الحكم، كنت أقول إن الناس صوتوا لجماعة رأوا أنها تقول أنها ستكون أمينة على الدولة ومسؤولة عن المجتمع، وأنها أبدت تفهماً في التعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير البلاد عقب رحيل مبارك، بينما كانت القوى المدنية والثورية تهاجمه وتطالب بإسقاطه. ومن ثم القاعدة الشعبية الباحثة عن الاستقرار أو الباحثة عن جماعات غير فاسدة لا تسرق أمواله كما سرقها نظام مبارك صوتت لهم من هذا الباب، لكن هذا التصويت لم يكن على الفكرة الإخوانية أبدا، لأن هذا التصويت لو كان على الفكرة الإخوانية أو كان المؤمنون بالفكرة الإخوانية ملايين صوتوا لمحمد مرسي ما كان يمكن إسقاطهم عن الحكم أبدا، بل إننا نرى أن أولئك الذين منحوهم أصواتهم في الصناديق هم أولئك الذين نزلوا ضدهم في 30 يونيو، وهم المصرون الآن على عدم التصالح معهم، وهم الذين يطالبون بأن يأتي غريمهم عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الدولة. النقطة الأخيرة أن الإخوان في هذه التجربة تعاملوا مع الحياة السياسية بوصفها حرباً، وأنا معني بهذا المصطلح، فالحرب لديهم خدعة، فتعاونوا مع القوى المدنية في البداية لضرب المجلس العسكري ثم خانوها، وتعاونوا مع القوى الدينية اليمينية الأخرى متمثلة في التيار السلفي ثم لم يعطوه شيئاً في مصالح الدولة أو أجهزة الحكم على الإطلاق، وأيضاً أبدوا ليناً شديداً مع الجيش أو مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في البداية، ونحن دخلنا معهم في مناظرات عديدة في ذلك الوقت، ونادوا في ميدان التحرير يا مشير أنت الأمير، وكان هذا أيضاً شركاً خداعياً حتى يسلم لهم الحكم، ثم بعد ذلك يخططوا للانقضاض على الجيش، وجاءوا بالسيسي إلى وزارة الدفاع ظناً منهم أنه إخواني متخفي أو أنه يميل إليهم على الأرجح لأنه رجل متدين كما وصفه محمد مرسي وقال عنه وزير دفاع بطعم السوء. ومن ثم بعد الآن حين نتحدث عن جماعة الإخوان لن نتحدث من جديد عن أمل أو حل أو وعد كما طرحوا طيلة حياتهم حين كانوا في المعارضة، إنما أيضاً سنرفق بذلك تجربة مريرة لهم في الحكم، استمرت سنة في الرئاسة واستمرت في البرلمان أكثر من ذلك. هذه التجربة أعتقد أنها أثبتت ببرهان ناصع وقاطع أن أولئك الذين يطالبون بفصل الدين عن السلطة من خلال عدم تحويل الدين إلى أيديولوجية سياسية بائسة أو إلى دعاية سياسية رخيصة لديهم الحق كل الحق، ففي النهاية هذه الجماعة فقدت حتى ألسنة وأفئدة الذين تعاطفوا معها عبر عقود من الزمن، سواء كانوا من الكتاب والمفكرين والساسة والنشطاء أو كانوا من المجتمع العريض. إنها تجربة كاشفة ليس فقط في الحياة السياسية المصرية إنما أيضاً في العالم بأسره وبالنسبة للمستقبل الإسلام السياسي. كنت دائماً أقول سواء في المؤتمرات التي عقدناها في بعض القرى أيام حكم مرسي أو هنا في القاهرة أو حتى في إطلالات التلفزيون كنت أصفهم
بقولي أيها العابرون سريعا. وكنت أقول دائما إن مصر هي التي اخترعت جماعة الإخوان، وهي التي ستضع حدا لهذا الاختراع. كانت السنة حقا قد وضعت حدا لهذا الاختراع، ولم يعد أمامهم من سبيل الآن إلا أن يتغيروا، يعدلوا تصوراتهم حيال المدنية والدولة الوطنية والحداثة والتعددية السياسية والديمقراطية الحقيقية، ويفك ارتباطهم بالمجموعات التي تتبعهم كارك حدود الوطن، ولا يتعولوا إلى حصان طروادة بالنسبة للاستراتيجيات الرامية إلى النيل من بلادنا وبلدان العالم العربي والإسلامي. عند ذلك الحد أتصور أنه يمكن من جديد الحديث عن دمج، لكن بمعايير جديدة وبأسس جديدة. وكما قلت وأقول دائما، نحن مع كافة حقوقهم كمواطنين مصريين، كما كنا أيام مبارك نطالب لهم بشرعية سياسية ونرفض تحويل المدنيين منهم لمحاكم عسكرية، سنظل نطالب بهذه المطالب لأن المبادئ لا تتجزأ. لكننا آن الأوان أن نطالبهم أيضا بسؤال عريض: أين واجباتكم حيال هذا البلد الذي يقدم البسطاء والمهمشون والمفكرون والكتاب والنشطاء والزراع والتجار والحصاد وكل المعنيين في هذا البلد؟ يقدمون واجباتهم على قدر الاستطاعة دون أن يسألوا أنفسهم ذات يوم أن هذه الواجبات تشكل عبئا عليهم، أو يمكن أن يتخيلوا التحلل منها في أي لحظة من اللحظات. شكرا جزيلا.